الزقاليف يا الزقاليف يا الزقاليف اكو عزيز اكازا يا كازا اللي مشى ما جا اضربنا تمارا ما كاين والو. اذا ودي يا ودي ترى ارتاحوا شي شويه، كاين مشكل غنديروا معكم واحد لايف شي شويه، غنديروا معكم لايف غنكمل هذا وندير معكم لايف، ما كاين مشكل. دائما يعني في انتظار الاخبار التي تريدنا من جميع الاقاليم والمداشر حول يعني المواقف التي ستحددها يعني النقابات. بقات وحده راه اليوم غتحدد داكشي اللي كاين، والكره الان نعطيو الصلاحيه والشرعيه للكتاب العامون باش يعني يتخذوا القرار اللي اتفقوا عليه في المجالس الوطنيه. الزقالي يا الزقالي، ضحايا النظامين والمرتبون والعاشر، هذا ما هو مقتضيات انتقاليه. الراس قد المكرد تريك تبو عميره سراق الخميره. يلا خلينا نضحكوا شويه، ماشي مشكل. اذا نهضروا مزيان. اذا ورد الان ان الموقف الاخير ديال النقابه التي لا زال موقفها متذبذبا. ما كاينش مباراه، لا للمباراه، لا نعم للادماج، لا للمباراه. دكاتره القطاع هما يعني النخبه ديال 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 المجتمع، وشرف كبير باش يكون يعني قطاع التربيه الوطنيه قطاع التربية الوطنية يزخر يعني بكفاءات وخبرات، فهذه يعني تتسمى واحد ان فالور اجوتي، قيمة مضافة لقطاع التربية الوطنية. إذا الجميع كان مجمعا ان خص الادماج ديال هاد الاخوان والاخوات، خصوصا راه كانوا داروا لهم زقيلي من كانوا جاهم ذاك السيد احمد انا ذاك من كان ذاك، وكانوا فكوا الاعتصام ومساكن تزرفوا ذوك الدفعه الثالثه ما دمجوهمش لانهم ما داروش معهم محضر. اذا نتمنى الادماج للجميع، هذه مساله لا تناقش، خصوصا ان العدد راه قليل اللي وصل الى علم الان كاين 1520 جميعهم بمن فيهم يعني الاطر النظاميه للاكاديميات الموظفين الان نقول الاطر النظاميه للاكاديميات كل شيء كاين 1520 يعني ما واصلينش حتى 1600 ما واصلينش حتى 2000. اذا القطاع راه محتاج لهم وممكن يدمجوهم. كاين الاشكال ديالاش ديال بعض التخصصات الكثيره بحال قال لك التربية الوطنية. إذا الإخوان عندهم اقتراحات يعني ممكن يديروا تفريغ المهام، يعني راه كاين مهام كثيرة ممكن يعني يديروا يخدموا فيها، فهذا المشكل يعني نشوفوه يعني منتهي، وكاين إجماع تقريبا بالإدماج. إذا الإدماج هو الإدماج، والإدماج خاصو يكون باش بالمماثلة مع الإسناديين الذين تم دمجهم بدون قيد او شرط باطر رجعي اداري من 2016. اذا بالمماثله، لان هذا الملف ديال الدكاتره واصحاب الماستر كانت هو ملف منتهي في عهد الامزازي، كانوا موعدوهم في 2012 كان خصهم يدمجوا الجميع، كانوا دفعوا جوج دفعات 2010 2011 وفي الاول الاخرين ما دمجوهمش، وكاينين اللي قراب لا روتريت الى اخره، فخاص ما يضيعوش في الحقوق ديالهم، ولكن الشروط اللي هي تكون منصفة للجميع وبدون استثناء أي كان، أي واحد حاصل على الدكتوراه من حقه يعني الاستفادة من هذا من تغيير الإطار. والمشكلة اللي كاينة ها قال لك واحد إسنادي غير الإطار المتصرف غير إسنادي، وهو قال لي هو دكتور دكتور بغا يدعي راسو ولا تيقول لهم تغيير الاطار يعني بالمماثله مع الاسناديين، وقلنا له سير دعي راسك في المحكمه الاداريه، غيدعي راسو في المحكمه الاداريه باش يرجع
يعني يتم الادماج ديالو باثار رجعي حتى هو بلا اثار رجعي ودي. هادو راه ما غيكون لا اثار رجعي ولا هم يحزنون، غير يدمجوهم كلهم من التاريخ ديال يعني مثلا المفعول ديال الاطار ديال الاستاذ باحث اللي هو غادي يكون بمجرد تنزيل النظام الاساسي او المرسوم ديال النظام الاساسي في الجريده الرسميه، بمجرد النشر ديالو يصير المفعول سريال المفعول ديالو من تاريخ النشر في الجريده الرسميه. اذا نتمنى خيرا ونوقف هنا ونظهروا 120 صافي يلا اش شويه وندير معكم شي لايف. الان جالس مرتاح شويه، نرتاح عينا من الصباح ننجرو، لان بقى عندنا واحد اللقاء مع واحد الاخوان، عندنا لقاء ومن بعد لكل حديث حديث. اذا غندير معكم شي لايف قبل ما نمشي، اذا شي شويه وندير معكم شي لايف. يلا تبارك الله عليكم، دور 120 دور 120.